مش هنبعد كتير، هنروح لولي نعمتهم زي ما قلنا اردوغان. اعلن محمود تنال النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري لمدينه اسطنبول وعضو اللجنه البرلمانيه لحقوق الانسان في مؤتمر صحفي للمجلس عن تقرير حقوق الانسان في تركيا، اعلن عن وجود ما يقرب من 17406 اشخاص بتهمه اهانه الرئيس في تركيا تم توقيفهم واعتقالهم في 4 سنوات فقط من عهد اردوغان، واكد أنه ملف حزب العدالة والتنمية مليء بالكسور والمغالطات، وأيضا هناك قصور فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وأنه من المراد تحويل تركيا إلى إمبراطورية يحكمها الخوف خطوة بخطوة. تقرير النائب محمود تنال قال أنه فيما يتعلق بمؤشر الفساد لعام 2018 ذكرت منظمة الشفافية الدولية أن تركيا احتلت المرتبة 78 من 180 بلد احتلت تركيا المرتبة الأولى بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2019 من ناحية العنف ضد المرأة بنسبة 31%. بتحتل تركيا أيضا المرتبة 157 من 180 بلد في مؤشر حرية الصحافة العالمي لهذا العام. اعتبرت تركيا أو اعتبرت من بين أسوأ 10 دول من ناحية حقوق العمال وفقا لتقرير اتحاد النقابات الدولية لعام 2018. تركيا بتأتي في المرتبة 13 بين 104 دولة من ناحية وجود أعلى معدلات البطالة وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي. في مؤشر العدالة الاجتماعية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من ناحية توفير فرص عادلة للتعليم جاءت تركيا في المرتبة 41 وهي المرتبة الأخيرة. كل المنظمات اللي بتتكلم عن تركيا وبتقيس مؤشراتها سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية حطتها في ذيل كل البلاد. رأيك إيه يا أستاذ أمير؟ فين المنظمة اللي بتقول الدول الداعمة للإرهاب والقتل والإجرام عشان تحط تركيا نمرة واحد؟ مفيش منظمة دولية بتراقب دعم الإرهابيين والقتلة وتسليحهم عشان تحط تركيا نمرة واحد؟ مفيش. تركيا تعتدي على حقوق الإنسان التركي، إحنا تقارير ورا تقارير يا شادي وحلقات ورا حلقات، وإحنا بنشوف كافة صنوف الاعتداء على حقوق وحريات الأتراك. أيوة، لما 17000 واحد يدخلوا السجن بتهمة إهانة أردوغان. 17000 ليه؟ طب هو في كام أستاذ جامعة اترفد من الجامعة؟ وكان في ضابط وعسكري وجندي وجنرال اتقبض عليهم وطلعوا من الجيش؟ وكان في ضابط شرطة نقلوا من أعمالهم واعتقلوا؟ وكان في كام امرأة اعتدي عليها بحيث أنها طالعة في المركز الأول السيء لمعاملة النساء والعنف ضد النساء؟ حقيقة أن تركيا مش مكترسة خالص بالمنظمات اللي بتقول أنت في قاع القاع في شأن حقوق الإنسان، مش مكترسة خالص، لأن هي مقررة تلعب دور البلطجي اللي هو بيغزو سوريا. البلطجي هيكترث ليه بحقوق الإنسان؟ يبقى ده أنا بخش سوريا بجيش وبعدين بهدد أوروبا هجيب لكم الدواعش وبعدين هطلع لكم اللاجئين وبعدين ببتز، وبعدين ترامب بيقول عليه أحمق. هي في دولة رئيسها ده، وانا والله ده وطلعت كلمه دبلوماسيه احمق دي، يعني الرئيس ترامب وصف اردوغان قال عليه عزيزي الاحمق باين ولا سيدي الاحمق ولا يعني وقت دخول شمال أيوة سوريا كان في تصريحات كده على تويتر. اذا كان دوله رئيسها بيتقال له ايها الاحمق وتاريخها اسود في مجال حقوق الانسان وبتقول ايوه احنا كده، ايوه احنا دخلنا سوريا، وايوه احنا بنتعامل مع الدواعش، وايوه هنجيبهم لكم في اوروبا لو ما دفعتوش الفلوس بالظبط، وهنفتح الحدود ونجيب لكم اللاجئين، فهو لا يكترث. المشكله مش هو، المشكله في امرين: الشعب التركي الذي يواجه صنوف هذا الاعتداءات على حقوق الانسان، واللي هو بيقاوم طول الوقت، واظن ان هذه المقاومه عالي كثيرا وهذه المقاومه هتزيد وهتزيد، لانه لن يقبلوا حامي الارهابيين وحالفهم وحامي الدواعش وحالفهم مش هيقبلوا. ايضا على المجتمع الدولي، وانا هنا هتكلم للمجهول بقى مش هحدد الدول، على المجتمع الدولي اللي طول النهار يكلمنا عن الارهاب وضد الارهاب وضد الدواعش،
انه يفتح عينه شوية ويسأل اجهزة مخابراته هو الدواعش لما عدت من سوريا راحت فين وتعالجت ورجعت وهو مين اللي اشترى لهم السلاح وهو المركب اللي غرقت في المتوسط كانت مودية إرهابيين لليبيا طالعة منين والبترول السوري والعراقي اللي اتسرق كان رايح فين. لما المجتمع الدولي قرر يفتح عينيه ويشوف بجد سيصبح هذا الخليفة العثماني وكل أطماعه الإقليمية وأوهامه وفكرة أنا بلطجي المنطقة أنا عتريس أنا بلوى سودة ده كل ده سيكون إلى ماضي سحيق. وعلى فكرة تاريخ البشرية والإنسانية مليء بنماذج من دكتاتوريات مقيتة شعوبها دست عليها تحت رجليها ولعنها التاريخ ولعنتها الأجيال. فيعني مش هيكون أول واحد ولا آخر واحد. وكان بس تركيا نصيب من هذه الدكتاتورية من أيام بالزبط. الدولة العثمانية. وبعدين ممالك النار لسه ممالك النار وسليم الأول هي بس الوجوه اتغيرت ولكن يعني هذه السياسة هي موجودة أو هي متأصلة. يعني عارف في مثل مصري يقول لك كل واحد ليه نصيب من اسمه. يعني الطيب يبقى طيب والعاطف يبقى عاطف كده. وكل واحد له نصيب من تاريخه. نحن حملة التاريخ العظيم، نحن احفاد الحضارة، احنا اللي بنينا وعمرنا. وعشان كده العالم بيبص على رموزنا وكنوزنا وحضارتنا بمنتهى الإعجاب والانبهار. احنا ورثة الحضارة الإنسانية العظيمة. في شعوب ودول أخرى ورثت السلوكيات الفاشية القمعية، المغول، التتار، العثمانيين. إن لم يتبرأوا من هذا التاريخ الدموي ستظل لعنته تطاردهم إلى الأبد. لأن أنتم ما تبرأتوش من ده. إحنا بنقول إحنا أحفاد رمسيس اللي الشمس بتخش تنور على وشه، وأنتوا أحفاد سليم اللي ملى الدنيا دم وسرق مصر وعمل جرائم في كل حتة. انتوا اللي عملتوا مذبحة الأرمن مش كده؟ يعني تاريخهم دموي. فحقوق إنسان إيه ولا فارق معاه وهو يتباهى بأنه سليل هذه الحضارة أو إيه مش حضارة طبعا سليل هذه الجماعة الإرهابية زمان ودلوقتي.